السلام عليكم، تحياتي لكم. معك خديجة العمري، رئيسة جمعية الشباب الوطني للتضامن. تنتواجد حاليا بمحكمة الأسرة باش نواكبوا قضية ليلى والمحامي، اللي هي ماشي قضية ليلى أو المحامي، هي قضية أعتذر، هي قضية نور، هي قضية نور اللي احنا ما بغيناش نتخلاو على الملف، وعمرنا ما غنتخلاو على الملف حتى لو وقعت يعني تباعدات في التواريخ ومع كورونا. يعني القضية ليلى ما بقاش مطلع عليها الرأي العام يعني كما كانت في الأول. أما الحمد لله احنا بعد متابعتنا الملف، احنا الحمد لله من بعد متابعتنا الملف ما نقدرش نعطي الحكم النهائي، ولكن نقدر نقول اننا الحمد لله شرفنا على النهائيات، شرفنا على يعني ما بقالناش شيء الحمد لله، وان شاء الله نور غتاخذ حقها. وحنا متفائلين جدا، احنا ما نقدرش ندخل في التفاصيل المسائل القانونيه او ما وقع في الجلسه لانه احنا ما حضرناش الجلسه، ولكن الحمد لله احنا متفائلين بان غتكون واحد الخطوه في صالح الطفولة وفي صالح الإنسانية وفي صالح الشرع والقانون، أنه أطفالنا في المغرب ياخذوا حقهم. لا أكيد احنا عمرنا ما تخلينا على نور، احنا من يوم الحمد لله ما طرقنا الجلسة، اللي ما طرقنا القضية نور، وحتى لما كانت الأم في السجن الحمد لله تابعنا الملف من أوله، اللهم لك الحمد. قدرنا بصوت الرأي العام وبصوت المواطنين أنه الحمد لله ليلى ترجع تأخذ سراح مؤقت وترجع الإبنة ديالها. الحمد لله النجاحات اللي نجحناها في هذا الملف، أنه عندنا أمل كبير أنه قريبا جدا غنسمعوا أخبار طيبة، ونور إن شاء الله بإذن الله غتأخذ النسب ديالها. سواء انا ما نقدرش حنا نحكموا في القانون او في الخبره الجينيه، حنا اللي تهمنا انه البنت ان شاء الله تاخذ النسب ديالها. ليلى الصراحه الحاله مكتئبه، لانه ليلى حتى واحد ما غيقدر يحكم على حاله ليلى، لانه حنا ما عايشينش ظروف ليلى. ماشي انا اللي الاب ديال بنتي خلاني، وهادشي كله في زمن الكورونا. يعني اوكي ملي تنقولوا الخلافات قبل كان الانسان تعتمد على نفسه والخدمه هذه، مي دابا الظروف العائليه يعني ولات صعيبه. يعني هاد البنت محتاجه تاكل، محتاجه تشرب، يعني محتاجه طبيب، محتاجه فاكسان، محتاجه حنان. والوباء صعيب، لا بالنسبه للتنقل ولا بالنسبة للأطباء ولا بالنسبة لبزاف د الحوايج. ألوغ نتمنى أنه بإذن الله هذا الموضوع إن شاء الله يتلخص والحق يرجع لماليه، باش نحسو بأن ولادنا ميبقاوش ضايعين في الشوارع.